تحسبي بنفسك شي انه بتاكلينه. بسم الله، انت منو؟ منو اني؟ انا مصخمه معدتك، ذبحتيني هلكتيني هلاك من اول رمضان، راح انفجر من وراك. سويتي بي؟ ايش سويتي بي؟ مفجوعه انت، هاده من ظهره انت، شنو تحسين؟ والضميرك وين ضميرك؟ ضميرك وين؟ وفهميني، ضميرك ميت معدوم خلاص، ما عندي عندك احساس. كل شيء حش حش حش، يا راح انفجر. ارحميني يعني، ارحمي نفسك، ارحمي هالكلبه اللي قاعده عليها خبست من وراك. سويتي بينا؟ وانت ليش تصيحين علي الجد؟ ليش انا شكلت؟ قولي لي شكلت؟ هذاني قدامك شنو اكلتوا؟ لطك هالهفه تقول لي شكلت؟ يا ولد انت خليتي شي ما اكلتي؟ الناس تقعد على الافطار تاكل 7 تمرات هاي من السنه، انت اكلتي 18 تمره. قلت يلا يجوز المعده، لحقتيني ب3 كاسات مي وكاستين بيبسي، قلت يجوز بشمت. بلشتي تلطين من الملوخيه للشاكريه 3 صحون رز، 3 صحون رز، والوين اروح بيهن؟ وين ما عاد اقدر حتى اهضم الاكل. من المغرب قاعده على الاكل، وها راح ياذن السحور وانت لساتك تاكلين تاكلين تاكلين، وانا ما عاد الحق اهضم. بدي سنه النوبيه قدام، يا الله اهضم الاكل اللي اكلتيه اليوم. كيف منطوشه ما طلتش اشيل الاكل من ايدك؟ ارحمي ارحمي احساسي ومشاعري. اذا صايمه وجوعانه ما اكل؟ ما اكل يعني؟ وايش ايش بسوي بحالي؟ جوعانه جوعانه، صايمه كل النهار بلا اكل. يا ولد جوعانه، ما اختلفنا ما اختلفنا من اذان المغرب وانتي قاعده تاكلين، والصراحه يأذن السحور، الصراحه يأذن السحور، ونهارك كله مبربكه. شلون اني انقطع الاكل اللي بيا؟ شلون اريد اهضمه؟ ايش رايك اسعتي انا ما وقفتي اكل؟ كل شي شي جحكتي بي راح اطلع وخليش تبتلشين بالتنظيف. ايش رايك؟ لا الله يوفقك، مو ناقص من الساعه اقوم انظف توين، والله العظيم خلصت المطبخ وهاي قعدتي. تعالي تعالي تعالي، ها ايش بيش ذا؟ شو تريدين؟ شنو هذا اللي بيدك؟ اكشور برتقال؟ والله العظيم اكشور برتقال، عجب يا حد ياكل اكشور برتقال؟ اسخاوه انت يا ولين، عجب تاكلين اكشور برتقال؟ عشان ما كفنك القطايفايات اللي طيتيهن والطيبوناهي والبسبوسه والمكسرات والقهوه، كل هاي مئميتها بسعانك رحتي على كشور البرتقال؟ ما اقول غير حسبي الله ونعم الوكيل. لا ما اني شبلاني بيج، اني شبلاني بيج، اني ما الاقي واحده من هذا النار. انت ما تحسين ولو تشوفين هالرشيقات على التلفون ولا على هالتلفزيون يسوي الرياضه، انت ما تحسين؟ ما عندك غيره؟ بكره جايك العيد شو يا تريدين تلاقين لبس؟ هذا وجهي تسبيني اللي لقيتي لبس، لظل مفلطحك لك ايش ذي بعد اخيك؟ بس ترى شو مين تلقيني تجيبي اللبس؟ كل هالبناوي راح يجيب اللبس ويتنن الا انتي، الا انتي. جرى هالسواس سويتيها بيا برمضان، خليك بدي انتقم منك بالعيد. انتي ليش تعطيني هالمؤامره هاي؟ ليش؟ يعني فوق ما اهلي علي وانتي علي والزمان زادين؟ حتى هدوم العيد ما تريديني الاقي؟ ليش؟ شنو سويت اني؟ كل هذا بس لاني اكلت هالشم لقمه؟ والله ذا تبكين دم دم، تعرفينه ما راح اسامحك. استحي يا ضميرك يا ولد، حتى قوم ما عاد اقدر اقوم، اريد اهضم هالاكل اللي بيا، ماني عارفه شلون. لا بابونج ولا شاي اخضر ولا زهورات يهضم هل تكدس المكدس تي بي. قلت لك اياها، اذا تنتحرين هدوم للعيد ما راح تلاقين، ما راح تلاقين، وهذا وجهي اللي لقيت هدوم للعيد. لا تعرفين ان الله حق، تعبتين الله يتعبك. ما عاد اعرف شو اسوي، ما عاد اعرف ما عاد اعرف. ولسه تاكل كشور البرتقال؟ اترك كشور البرتقال لا وفقك. ترى على فكره ترى هذا سمني مو من الاكل، كلياته هذا قهر مو من الاكل. انت عارفين بس وقت اكون مقهوره اكل، بس وقت اكون مقهوره، ولما اكون فرحانه ما امد ايدي على البراد ما احط لقمه باسمي. اول انت زعلانه تاكلين، فرحانه تاكلين، معصبه تاكلين، مروقه تاكلين، لا تحطين حجه. انت حتى وانت نايمه اسمك شغال، تظنين تلوكين. شنو من ضميرك مسخمة؟ قلت لك ارحميني ارحميني ارحميني، أنا لازم آخذك على أقرب مستشفى، خليهم يسوون لي استئصال، أطلع أطلع منك وأرتاح. أنا تعبت تعبت، أنا تعبت 24 ساعة أهضم أهضم، وماني ملحقة ماني ملحقة، أنا والبنكرياس والمصران الغليظ والمصران الرفيع قاعدين نهضم من وراك وإحنا ملحقة.